هلا انا بعرف انه اذا عملت كروس لريد فلاور مع وايت فلاور وعطوني بينك انه هيدا كيس اوف انكمبليت دومينانس وبعرف اشرحها. طيب بحال عملت كروس لبينك مع بينك وعطوني بالاوف سبرينج ريد وايت وبينك، هون كيف بدي اشرح انه this is a case of incomplete dominance؟ واذا طلبوا مني اعمل calculation للproportion واعمل كروموزوم الاناليسيس كيف بدي اشتغلهم؟ مرحبا، انا مصها بعلم بيولوجي وهدفي مكن طلاب الالقاس يوصلوا كتير مرتاحين على الامتحانات الرسميه، مش بس فهمانين البيولوجي، الاهم من هيدا انه يكونوا بيعرفوا يحلوا، بيعرفوا استراتيجيه الحل، كيف يجاوبوا، كيف يبطلوا يخسروا علامات بالامتحانات الرسميه. اذا حابين تعرفوا جواب لهول الاسئله اعملوا سبسكرايب لهيدي تشانل وفعلوا الجرس لتكونوا اول ناس عم يعرفوا لما ينزل فيديو مجاني، وتعالوا معي على الشرح. لكن رح نكون عم نعمل application على ال case of incomplete dominance. اول شيء بس اذكركم بال incomplete dominance، لما نكون نحن عم نعمل cross لاثنين pure race مثل هون red with genotype RR، white with genotype RR، small r small r، بيطلع عندي a new phenotype يلي هو ال pink. وبليز انتبهوا، بينك يعني مش بي بي، باخد 1 allele from each parent. هلا بقلب الفينوتايب اوف ذا اوف سبرينج نون اوف ذا allele از اكسبرست، يعني لا بشوف الريد ولا بشوف الوايت، بس بشوف ا نيو انترميديت فينوتايب يلي هو البينك. This is what we call incomplete dominance. هلا بهيدا الاكسرسايز رح نكون نحن عم نشتغل، بس ما حنكون عم نبدا من pure parent او pure race. An ear of corn containing 26 yellow seeds, 25 black seeds and 52 purple seeds. Calculate the proportions of a grain of this ear. Specify the type of inheritance. Indicate the type of fertilization, and finally we are going to make the necessary factorial analysis to verify these results. Okay, so هن هون معطيوني parents دغري قالوا لي انه an ear of corn في بقلبه هل قد yellow seed، هل قد black seed، وهل قد purple seed. Okay, هلا بما انه نحن عم نحكي عن monohybridism، يعني عم نحكي عن one character بس يلي هو لون seeds، بس تشوفوا انه عندكم 3 phenotypes مش بس 2، سو هون بدكم تفكروا either ب codominance أو ب incomplete dominance. اوكي؟ ولأنه العدد الكبير هو ل color which is intermediate يلي بهيدا ال color مش مبين ولا black ولا yellow، سو أنا هون تفكيري أكتر بيروح على ال incomplete dominance. بالنسبة ل number 1، how do we calculate the proportion؟ very simple. اللي رح تعملوه رح تشوفوا شو اصغر رقم عندكم يلي هو 25، وتاخدوا كل الارقام وتقسموه على 25. so step number 1 26 over 25، 25 over 25 and 52 over 25. هون رح يكون عندي عدد اليالو سيدز، هون حيكون البلاك، وهون حيكون البيربل، كله هيدا من الكفة. اوكي، سو هون approximately 1، هون it's equal to 1، وهون تقريبا 2. next step باخد هول اللي طلعوا معي and I add them، so 1 plus 1 plus 2 equal 4. and the final step هو انه اخد هول النمبرز and I divide them by their total، so حيكون عم يطلع عندي 1 over total 4. شو يلو هون شو طلع عندي؟ 1 over total 4، هيدي شو؟ black. هون عندي 2، so 2 over total يلي هو 4، هيدا purple، و 2 over 4 هي نفسها 1 over 2 purple، so طلع عندي 1 over 4، 1 over 4، 1 over 2. لما يطلع عندكم 1 over 4، 1 over 4، 1 over 2، so هون it's going to be either the case of codominance or the case of incomplete dominance، وبتكونوا هون ال parents لقلن بيكونوا heterozygote. okay، هلا number 2
Specify the type of inheritance of the green color character. هلا specify هي two steps. أول شيء you have to answer and then to justify your answer. Okay? So هون this is a case of incomplete dominance. هيك بكون أنا قلت الانسر. So incomplete dominance هيك ضمنت علامة الانسر. طب how I'm going to justify؟ ما بجي بقول أنا مثل ما كنا نشرح وقت منبلش ببيور ريس إنه أنا في عندي البيرنتس بيور ريس والاف 1 انهرت 1 أليل from each parent none of the allele is expressed. ما في يقولون هول الحكيات هون لأنه أصلا أنا ما انطلقت من بيور ريس. So instead شو بدي أقول؟ ليش أنا فكرت بالincomplete dominance؟ لسببين. أول شيء لأنه في عندي ثلاثة phenotypes instead of two. So since there are three phenotypes instead of two, لأنه لما يكون بس عندي اثنين phenotype, so هون أكيد أنا عم بحكي عن case of dominance recessive. Okay؟ هيدا أول سبب يلي خلاني أفكر بالincomplete dominance. طيب لما يكون عندي ثلاثة phenotype يعني يا incomplete dominance يا codominance. طب كيف عرفت إنه incomplete dominance؟ لأنه one of the phenotype يلي هو مين؟ purple هو شو؟ هو an intermediate phenotype بين مين ومين؟ بين اللونين الباقيين يلي هو yellow وblack. وبدي أرجع قلن إنه yellow وblack are not expressed in the purple phenotype. Okay, so لحتى تقدروا تحددوا بهيدا الاكسرسايز بهيدا البارت ليش incomplete dominance بتقولوا شغلتين انه نحن عنا ثلاثة phenotype مش اثنين. تاني شغلة انه انا عندي intermediate phenotype وبهيدا intermediate phenotype ال original allele none of them is expressed. So I'm going to say the full answer لتكتبوا قدامكم. So this is a case of incomplete dominance. ليش؟ Since there are three phenotypes هي أول جزء where one of them which is purple is an intermediate phenotype between yellow and black which are not expressed in the purple phenotype. Okay؟ وهلأ دغري دغري بخبرهم أنا شو هن السيمبول يلي بدي استعملهم. So capital Y ليلو and capital B for black. ليه أخذتهم اثنيناتهم capital؟ لأنه this is a case of incomplete dominance. Okay, indicate the type of fertilization this ear came from. مثل ما قلنا بأول exercise إنه أنا لما بيطلع عندي 1 على 4 1 على 4 1 على 2 بالcase of incomplete dominance أو codominance so نحن أكيد انطلقنا من F1 cross F1 hybrid cross hybrid وهيدا ال type of fertilization بسميه self fertilization. اوكي هيك بنوصل لاخر سؤال make the necessary chromosomal analysis to verify the results. سو هون في شغلتين بدي انتبه لهم. They are asking about chromosomal analysis مش factorial analysis to verify the results. شو يعني to verify the results؟ يعني انا المفروض يطلع عندي النتيجه الاولاد الاوفسبرينج يكون في عندي purple black yellow. اوكي طيب هيدي النتيجه بدي احطها proportion او percentage definitely proportion لانه هو كان طالب proportion وانا من شوي باول exercise لما عملت calculation للproportion طلع عندي 1 over 4 yellow 1 over 4 black and 1 over 2 purple. يعني انا هلا بدي اشتغل factorial analysis ليطلع عندي بالاخر 1 over 4 black 1 over 4 yellow and 1 over 2 purple. اوكي عطول عطول whether طلب منكم factorial analysis او chromosomal analysis رح تكونوا عم بتبلشوا تكتبوا الphenotypes of parents بعدين بتنقلوا بتكتبوا الgenotypes of parents. طيب مين هن الparents؟ هن the parents لهول result.
طب انا كيف بدي احذرهم؟ اكيد اهلهم هن هايبرد. كيف عرفت انه اهلهم هن هايبرد او هيتروزايجت؟ لانه انا خلق عندي هيدي الجنريشن يلي هي هيتروجينيس. بليز انتبهوا، هيتروجينيس مش هيتروزايجت. شو يعني هيتروجينيس؟ يعني الاورجانيزم لهيدي الجنريشن ما بيشبهوا بعضهم. ولما يخلق عندي جنريشن الافراد تبعها ما بيشبهوا بعضهم، يعني اهلهم بيكونوا هايبرد، اهلهم بيكونوا هيتروزايجت. اوكي، بعد الجينوتايب اوف بيرنتس رح حط الجاميت لهو للبيرنتس مع البروبورشن. ليش نقيت هون بروبورشن مش برسنتج؟ برجع بقلكم، لانه هو هون كان طالب بروبورشن. اخر شيء رح اخذ هول الجاميت اللي طلعوا معي وانقلهم على البونت سكوير لشوف شو بيطلع عندي ريزولت. اوكي، سو شو كانوا الفينوتايب اوف بيرنت؟ كانوا بيربل مع بيربل. ليه بيربل؟ لانه بيربل هو الهيتروزايجت. اوكي، هلا الجينوتايبس اوف بيرنتس، البيربل هي واي بي، لانه نحن اتفقنا من اول اكسرسايز عندي بس تو سيمبلز هن واي وبي، وبيكونوا اثنيناتهم كابيتال because this is a case of incomplete dominance، ما في شيء اسمه بي بي. اوكي، ولانه انا عملت هيدي هايلايت سو انتبهت انه بدهم كروموزوم مش فاكتوريال، سو الجينوتايب شو رح يكون؟ رح يكون on كروموزومز واي بي. اوكي، وهون حيكون كمان عندي واي بي. سو الكروموزوم الاناليسيس هو مثل الفاكتوريال اناليسيس، بس الفرق انه انا بكون عم حط على كروموزوم. اوكي، سو انا نقيت اول وحده ميل والثاني فيميل. الجاميت رح يكون عم يطلع عندي تو جاميتس بكل واحد، هيدي الجاميت تبع الميل. سو باول وحده عندي واي وبالثاني عندي بي، ونفس الشيء عند الفيميل واي كابيتال واي اكيد وكابيتال بي، ولانه الميل ما عطاني الا 2 جاميتس سو قيمه كل وحده هاف، الفيميل ما عطتنا الا 2 جاميتس قيمه كل وحده هاف. اوكي، هلا بالنسبه للبونت سكوير، اذا انتم من الاشخاص يلي ما بتعرفوا بشو بتحطوا بالبونت سكوير، ليكو شو هينه. اوكي، يو سمبلي كوبي ذا جاميتس على الرو تبع البونت سكوير. برجع باخذ هولي وبنقلهم هون. So simply copy. So هون انا رح حط الفيميل سوري الميل جاميتس يلي هن واي وبي. قديش البروبورشن بجيبها من هون؟ هاف هاف. هلا الفيميل جاميتس بشوف شو طلع معي، شو طلع معي؟ كمان طلع عندي هاف واي وطلع عندي كمان هاف بي. هلا هول البوكسز اللي من جوا هولي هن الأوفسبرينج. سو بما انه طلع عندي اربع بوكس يعني ديفايدد باي 4، سو قيمة كل وحدة 1 اوفر 4. او في طريقة تانية 1 اوفر 2 تايمز 1 اوفر 2 ايكوال 1 اوفر 4. اوكي، وبلش شو بعمل؟ بنقل هولي الجينوتايب تبع الأوفسبرينج. سو حيكون عم يطلع عندي بأول بوكس واي بي، بتاني وتالت بوكس واي بي، وباخر بوكس بي بي. اوكي، هلا تو فيريفاي ذا ابوف ريزلت، بتطلع على هول الريزلت شو بلاقي؟ بلاقي انه هو عم يحكيني فينوتايب، يعني انا بدي طلع له فينوتايب مش جينوتايب، صح؟ سو اذا باخذ هيدي الواي واي شو الفينوتايب لها؟ يلو. سو 1 اوفر 4 يلو. اذا باخذ البي بي شو الفينوتايب لها؟ بلاك. بضل عندي 1 اوفر 4 بلس 1 اوفر 4 يلي هي 2 اوفر 4 او 1 اوفر 2 شو؟ بيربل. اوكي، ليكو وين هن؟ طلعوا نفسهم هون. شو اخر شيء شو بكتب بعد ما طلع لهم الريزلت؟ therefore the results are verified. إذا حبيتوا شرحي فيكن تعملوا لايك لهيدا الفيديو وتشاركوا مع رفقاتكن يلي بتحبون لحتى تفيدون. إذا حبيتوا تكونوا عم بتحلوا أكتر، عم تعرفوا كيف منصحح بامتحانات رسمية، عشو برحلكن علامات بدون ما تنتبهوا، وتحلوا كتير كتير دورات وأكسترا اكسرسايز لا تتمكنوا من الحل، فيكن تنضموا لإلي ببراكتس 12 LS with مصها مطرح
مش بس بكون عم علمكن كيف تجاوبوا، بكون عم نبهكن على الأخطاء يلي كتير بتقطع معنا نحن عم نصحح بالامتحانات الرسمية، وشو هن تيبس تريكس يلي لازم تنتبهوا لهم حتى تبطلوا تخسروا علامات. رابط هيدا البرنامج رح تلاقوه تحت هيدا الفيديو. لحظة شوي، إذا اشتركتوا خلال 48 ساعة من دخولكم هيدا الرابط رح تكونوا عم تاخدوا 6 هدايا مجانية، من ضمنهم 12 فيديو بشرح لكم فيهم 12 cases of risk، ريسك اللي أكتر شيء الطلاب بيعانوا منه بـ 12 LS. So 12 example لحتى لو شو ما أجاكم بالامتحانات رح تكونوا قادرين تحلوا هيدا الريسك. رابط تحت هيدا الفيديو.